انطلاقا من مبدا المسؤولية الاجتماعية، أقام مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الأنبار، وبرعاية الأستاذ الدكتور محمد الحمداني رئيس الجامعة، وتحت شعار إعمار الأنبار تحديات وحلول، ندوة علمية بعنوان مستقبل الأنبار بعد التحرير بين الواقع والطموح، من أجل تحديد التحديات والمعوقات. التي تقف عائقا في طريق بناء المحافظه ووضع الحلول المناسبه لها. اليوم يناقش مركز دراسات الصحراء مستقبل عفوا مركز دراسات استراتيجيه ومستقبل محافظه الانبار بعد التحرير بين الواقع والطموح لا شك ان الجامعه ينبغي ان تكون رائده وقائده في مجتمع تقدم الرؤى للاخوه السياسيين والاقتصاديين والمخططين الاستراتيجيين في المحافظة وفي العراق عموما لأجل أن تكون العملية هي عملية منظمة ومرتبة ومحسوب فيها الكلف ومحسوب فيها الجدوى أيضا مركز دراسة استراتيجية في جامعتنا هو سباق متابعة هذه الأمور ولتشخيص الواقع ولوضع الحلول تضمنت الندوة محاور عدة حيث تناول محور استراتيجي سياسات التنميه المستدامه في محافظه الانبار، في حين تناول محور الاجتماعي التحديات الاجتماعيه التي تواجه المجتمع الانباري بعد التحرير. تناولنا التحديات المستقبليه وواقع الانبار وما هي الخطوات الافضل والانجع لمواجهه الازمه او منع حدوث او تكرار الكارثه مره اخرى. لذلك كان عنوان المحور منسجم مع الواقع ومنسجم مع طموح المواطن الأنباري للوصول إلى حالة من الاستقرار والأمان وعدم وأكرر وعدم تكرار الأزمة وحالة النزوح وعدم عودة الإرهاب الأسود إلى المحافظة المحور حقا التحديات الفكرية والاجتماعية التي تواجه المجتمع الأنباري وكيف علاجها تناولت محاضرتي إلى التحديات الفكرية وقد قسمتها إلى أنه منظومة القيم الاساسيه ضربت هذه في الصميم آه هذه المنظومه القيميه حينما ضربت تحولت الى يعني ظهر التطرف الديني ثم بعد ذلك اصبح عندنا صراع الهويه فهذه في التحديات الفكريه وقناتكم مشكوره قناه الجامعيه تقوم بهذا الدور الكبير والرائد حقيقه في نقل كثير من الندوات واللقاءات ومحاضرات الاساتذه اما المحور العمراني كان له الدور الاهم في هذه الندوه حيث ناقش مستقبل انبار بعد التحرير وفرص اعاده الاعمار في المحافظه بعد الخراب الذي اصابها اضافه الى المحور الاقتصادي الذي ناقش التحديات الاقتصاديه التي تو يواجه المجتمع الأنباري بعد التحرير مستقبل الأنبار بعد التحرير والطموح لإرجاع هذه المحافظة إلى حضن العراق الأغر إنها ثلث العراق لذلك حرص مركز الدراسات الاستراتيجية على إقامة هذه الندوات العلمية والتي تتماشى مع مستقبل الأنبار في إرجاعها إلى ما كانت عليه بل أفضل من ذلك هذا وقد كان للتكريم نصيب من فقرات هذه الندوه حيث تم توزيع الشهادات والدروع للساده المشاركين في الندوه لقناه الجامعيه وميض الوردي جامعه الانبار